بديل. أنا مع إرادة الشعب. أنا مع إرادة الشعب. ولكن اللي حصل إن إحنا اكتشفنا بعد كده إن هناك الثورة قامت، ثورة 25 يناير قامت تحت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية. جميل، سلمية، الداخلية أمنتها، مؤسسات الدولة أمنتها، محدش اعترض. عبروا عن رأيكم، لأن إحنا في نظام ديمقراطي. لكن تحولت هذه الثورة بعد كده من هدفها السلم الجميل لإيه بقى؟ لحرق المؤسسات العامة، المجمع العلمي، السرقات، ده، فتحولت من ثورة إلى مجموعة من الجرائم الجنائية. ده كان إزاي؟ بشائعات. حد هيقول لي طب وإيه فايدة الكلام ده دلوقتي؟ احنا دلوقتي في 2020، يعني على بعد 9 سنين من الثورة. اقول لك هو نفس المشهد بيتكرر دلوقتي. ازاي؟ الشائعات اللي على كوفيد 19 هنحلل كده ونشوف قد ايه هي بتدمر البلد. مشكلة كوفيد 19 زي ما احنا عارفين نشأ في يوهان، او طلع الفيروس في يوهان، وانا شخصيا مش مؤمن ان هذا الفيروس غير مقلق، لا مقلق، ودي حرب قذرة تقودها مجموعة من اصحاب المصالح، ما علينا. المهم وصلنا الفيروس مصر، بدأنا ناخد اجراءاتنا في حدود المتاح. شفنا كل دول العالم، نيويورك ليست ببعيد عننا، ايطاليا، اسبانيا، روسيا، كل دول العالم معدلات الوفيات ومعدلات الانفكشن بمئات الالوف. ان كان احنا عندنا العدد اقل شويه، اقل كتير، اقل ليه؟ ربما عشان الاجراءات اللي احنا اتخذناها في وقتها المناسب. وده يمكن الشعب الامريكي بدا يفور ويقوم بثوره على ترامب، كان احد اسبابها انه قال له ان انت اتاخرت في اتخاذ الاجراءات الوقائيه والمواجهه لتداعيات فيروس كورونا. احنا الى حد ما خدنا الاجراءات في وقتها. كان عندنا مشكله عالميه ان احنا ما عندناش معلومات عن الفيروس، ما عندناش فاكسين، ما عندناش، ولكن في حدود المتاح بدأنا نتحرك. مش هنقول ان احنا اداء مؤسساتنا كان اداء مثالي، ولكن ليس في الامكان افضل مما كان. فبدأ بعض الجهات تسرب الشائعات. خلي بالكوا هنا، عندنا جهتين بدأوا يتعاملوا على الدايركشن ده. المواطن العادي البسيط اللي خايف، اللي مرعوب. ما هي مشكلة الشائعة انها بتثير الرعب بين المواطنين. المواطن المصري خايف، حقه. فالمواطن المصري الخايف ممكن يا اما يسعى للحصول على المعلومة بشكل صحيح، وهي دي المشكلة، او ان هو يصدق اي شائعة أو بيان كاذب أو إحصاء مغلوط أو أي شيء ينشر على خلاف الحقيقة، سواء بقصد أو بدون قصد، فيبدأ ياخده شياره. فأصبح هنا مشارك في إيه؟ في جريمة. أصبح هنا في اشتراك في جريمة. يعني لما تاخد بوست في بيان مضلل، هذا البيان من شأنه إثارة الرعب والفزع، فهذا سلوك مجرم. العقوبة إيه؟ هنتكلم عليها دلوقتي. لكن قبل ما نقول سلوك مجرم، هنقول إن أنت بالشكل ده أنت بترجع مصر 100 خطوة لورا. إحنا بعد 2013 كل سنة، ما يعني ما لا نقدر ما نقدرش ننكر هذا، إن كل سنة
مصر بتختلف، مصر بتختلف ومصر بتتغير ومصر بتسير في الطريق الصح والطريق أفضل. مش هقول بقى الطرق والإنشاءات وبتاع الكلام ده كله، لكن الأهم عندي من ده كله المواطن المصري. المواطن المصري بدأ يحس بالأمان، بدأ يحس بالرخاء. مش هعدد طبعا الحاجات دي لأن طبعا عشان الوقت المتاح، ولكن انت لما بتتردد شائعة انت بترجع العجلة 100 خطوة لورا. فانت مش بس بتردد شائعة، مش بس بتردد كذب، ولكن انت كمان بترتكب فعل من شأنه ان هو يضر بالمصالح القومية للبلاد، ويضر بالأمن العام، ويضر بالسلم العام، ومن شأنه إثارة الرعب والفزع بين المواطنين. وده شيء حد هيقول لي معقول بوست؟ أقول لك آه بوست. البوست ده لما يتداول ويبقى محل تصديق في أجواء تسودها الضبابية، الضبابية، الضبابية فيما يتعلق بالحقيقة. حقيقة إيه؟ حقيقة فيروس كورونا، إحنا ما نعرفش عنه حاجة. لا زال إلى الآن العالم كله ما يعرفش عنه حاجة. فأنت لما تشير بوست في معلومات مغلوطة، معلومات كاذبة، هذه المعلومات الكاذبة من شأنها إن هي تأثر على إحساس المواطنين بالأمن، بالأمان، بالثقة، بالمصداقية في الأجهزة التنفيذية للدولة، تؤثر على الأمن العام وعلى السلم العام، تؤثر على المصالح القومية للبلاد، فأنت بالشكل ده بتدمر في بلدك. ده أنا بتكلم على مين؟ على المواطن اللي هو بيحب بلده، اللي بيقول لك أنا مصري معجون في تراب البلد دي وهدفن فيها، مش على العميل ولا على المأجور ولا على اللي عنده سوء قصد أو سوء نية. دي شريحة. نيجي للشريحة التانية اللي هي الشريحة اللي هي متربصة عايزة تصطاد في الماء العكر. بتلاقي فرصة زي دي عشان تبدأ تعمل ايه؟ تعمل شقاق بين أجهزة الدولة وبين المواطن، لأن هما زي ما احنا، وأنا شخصيا ليا طار عند الإخوان في زملائي سواء عامر أم مقصود رحمة الله عليه، الشهيد عامر أم مقصود أو غيره، هم برضو لهم طار عندنا ان احنا خلعناهم وان احنا زجينا بيهم في السجون وان احنا قضينا عليهم، عملنا اللي العالم ما يقدرش يعمله، عملنا اللي غيرنا ما يقدرش يعمله. فإلى يوم الدين هيكون ده طار بيت. هم الاخوان الان خلايا نائمة، بمعنى ان هم مش موجودين، لا موجودين وهيفضلوا موجودين الى يوم الدين، تمام، لكن خلايا نائمة. خلايا نائمة يعني تتحين الفرصة عشان تضرب ضربتها. فانا بقول للمواطن المصري خلي بالك، دول قاعدين مستنيين متربصين، ما تدهمش الفرصة. يبدأوا هم ينشئوا جروبات، ينشئوا اكونتات، يبدأوا يعملوا جاب، يعملوا فاصل، يعملوا شقاق بين المواطن المصري والأجهزة التنفيذية للدولة. وده غرضهم، ده غرضهم، غرضهم ان هم زي ما الشعب قام عليهم وقام بثورة 30 يونيو، غرضهم ان الشعب يرجع يقوم تاني، وهيهات ده مش هيحصل. وخدوها مني، مش هيحصل، لان الشعب واعي دلوقتي، واعي. و اي ثورة بتقوم بترجع البلد 100 سنة ورا، 100 سنة. الشعب المصري بدأ يعي عيادة، وبالتالي
فهم وما عندوش استعداد يكرر نفس التجربة. حد هيقول لي الله وفين الديمقراطية وفين 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 اللي بيتشدقوا بيها في الغرب؟ طيب بقول لحضرتك كده، هو فين الديمقراطية اللي بتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية؟ احنا شفنا المشاهد الاضطرابات اللي حدثت اسبوعين تقريبا، وجوها ازاي؟ شفتم هم العربيات بتدوس المواطنين، حصلنا نفس المشهد. الكلام ده لما حصل عندنا في 2011 قام العالم كله، لكن لما عمل الامريكان والحكومة الامريكية والمؤسسات المعنية في امريكا نفس الاسلوب وكرروا نفس المشهد بل وافظع، محدش اتحرك. ليه؟ محدش قال ديمقراطية وحقوق الانسان وانتهاكات حقوق الانسان، ويبدأ بقى عايزين ندخل في امريكا عشان نحمي حقوق المواطن الامريكي والكلام اللي هم صدعونا بيه طول عمره. ليه؟ لان للأسف ان كان الاخوان بيستغلوا الدين للوصول لمآرب سياسية ومنافع شخصية، فالغرب بيستغل الديمقراطية لتحقيق مآرب سياسية، بمعنى يرفع راية حقوق الإنسان ومناصرة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في الحياة والبقاء بلا 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 بلا، لما يكون الأمر متعلق بشعوب العالم الثالث. أما إذا كان الأمر متعلق بأمريكا، بإنجلترا، بأسبانيا، بلاش ألمانيا عشان أنا منحاز ليها شوية، تمام؟ لا ما بيتحركوش، لا بيبرروا. فبالتالي اللي بيحصل في المشهد حاليا زي ما قلنا هو بيصدر لك مشكلات مع تركيا، وتركيا بتحارب حرب بالوكالة. بيصدر لك مشكلة مع اثيوبيا وسد النهضة، مشكلة متعلقة بحياة المواطن المصري، ثم بيصدر لك شائعة. شوفوا قد ايه التحالف الشيطاني اللي على مصر، وبرضه قصة